السلام عليكم احبائي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ياكم هانيين بعدا بخير. نتمنى انكم تكونوا باقيين قاصحين زعما، واخا هادي شادين الجهد فهاد في الجهد فهاد رمضان هذا. ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غسيل الماع ديال المول الفطور، كما كتعرفوا العيالات والاخواتاتي البنات كاع كاملين الماع ديال المول الفطور كيكونوا كثار بزاف. ايوا غادي نشارك معكم غسيل الماعن، ومنها نجمعوا شويه ونهضروا شويه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو هذا نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش من البارطاج والاعجاب والاشتراك اللي مازال ما اشتركش. وبلا ما نطولوا عليكم، على بركة الله. غسيل الماعن هي المهمة ديال الصيام طوال رمضان. ايوا هذه هي المشكلة دابا، باش كطيب وكتربون الكوزينة ماشي مشكل، واني مبقاش كنخلصو الضريبة ملي نجيو الماعن غسيل الماعن. بس دو الاجر تكرفيس تكرفيس بالماعن كثر من ديال شهر رمضان كدو فيه العيالات بزاف ديال الصلاة، حيت كيجريو بزاف الزراو الطياب والغسيل والجميع والسخنان والتصبين كلشي. هما دابا العيالات دابا مساكن باش كيتكرفسو بزاف، يعني بحال رمضان بحال ماشي رمضان، غير الجرا 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 باقي. واخا غادي واخا متقلقوش مني الرجال، نتوما كتجيو من الخدمه كتغسلو ايوا تصلي وتمشيو تكاو، شكون اللي كيتكرفس؟ المراه المراه النساء هي كلشي كيفوز وكيبقى لازر داكشي اللي كاين. الله يرحمها. كاين الرجال اللي كيعاونوا لعيالاتهم، دابا انا ما كنتش ناسي غنبقى نشلو فيهم. ما كنتش نبقى نشلو لك المال دابا. انت ولد عمي وخويا و الا عاونتيني ماشي مشكل. ماشي مشكل. اييه. انا عرفت ان الراجل اللي يعتبر راسه متسليط ولا يبغي يفرض الشخصيه ديالو بديك الطريقه العوجه، انني انا راجل ما نعاونش مراتي ولا اختي ولا عادي. الراجل يعاون يساعد يمد يد داكشي اللي علاش قد كاين عاوتاني اللي عندهم ديك الفكره عاوتاني خاطئه، كيقولوا لك كيقولوا لك لا المراه راه ديال الشقه والراجل غير يخدم ويجيب الفلوس. اللي كيعتبر ان داكشي ضعف من شخصيه الراجل الا عاون مراته كيقلل زعما من شخصيته. بالعكس الراجل يعاون امه يعاون اخته ويعاون، بالعكس راه الراجل هذاك انك تشوف اختك ولا مرتك ولا كتكرفص وتعاونها ما فيها بس عادي جدا. شتي المرا الا عاونتي غير فواحد فواحد المهمه مثلا بحال بس يعني كتغسل، الا عمرتي لها غير الماء ولا شللتي ليها ولا غير واحد راك سمعتي عليا واحد القسط من تماره غتقللو عليا صح. وكنفرح بدور المراه ثاني بدورها كتفرح انه راه عاونها شي حاجه بعدا، ايوا عاوني فلان خويا ولا راجلي ولا ما كيخلينيش، كتجي عندها حاجه كبيره كنعاونها. ايوا واش غدير كل واحد عاوتاني من الفكره ديالو كيفاش كيفكر. هادشي اللي كاين اللي كيجي عندو المعاونه راه خصوصا هذا نداء للرجال بقا يعاونو عيالاتهم في رمضان وخواتاتهم ومراتهم عاونو عاونو جما حتى هما مساكن كيصوموا وكيشقاو وكيهزو المسؤوليه سواء الاخت ولا الزوجه ولا راه كتحمل المسؤوليه في رمضان اكثر من الراجل. راه كاينين شي عيالات كيقولوا امصاب كنمشي نخدم ونلقى حتى انا اللي موجد لي الفطور ولا اللي موجد لي الغداء كاع بلا رمضان. كتقول نخدم غير واحد الخدمه ونجي نرتاح ونلقى الماكله ونلقى كلشي قدامي. كاين حتى شي عيالات اللي كيفرحوا بانهم كيشقاو، يعني كيفرحوا بديك المهمه وديك المسؤوليه اللي هازين كل واحد والتفكير ديالو. نعرف هذا المقال المغربي انها مناضله مثابره صباره اي حاجه دارتها كديرها بخاطرها، يعني هي فرحانه انها تخدم ولادها وتخدم راجلها وتخدم خوتها، كتجي فرحانه بزاف.
ولا يسمح لنا حق الوالدين ومن حقهم. آمين آمين. ننسى بصفة عامة. آمين. كل برد عليك المسيح. ها؟ سخونا لك البرد بعد. ما دفيتو خلاص شوية ولا إني مع المدة واخا كاع يكون بارد. كنولفو صافي كيجي عندي عادي. كيقول كون برد 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 حتى كنحس بيه دافي بالسيف. خصوصا تبارك الله هاد المنطقة عندنا باردة. وملي كطيح الشتا كاع كيزيد الحال يبرد. صافي ديك شهر ستة هكاك شهر سبعة عاد عاد باش كيدفى شوية عندنا الحال. وطحت الشتا الحمد لله. والله الا حمدنا الله وشكرنا. انا دابا كنسمعها كطيح كنتمسق بها كتجيني بحال شي موسيقى كنجلس. السمفونية السمفونية المغربية. والله الا انا ما كاينش بحال الشتا. الشتا راه هي كلشي. كتحيي الحقول وكيفرحوا بها الفلاحة وشحال من هذوك الحديقات وهذا كطيح عليهم الشتا طبيعية وكينوض الربيع. كتفرح الطبيعة ملي كتشوف الشتا. ولكن واحد الحاجه ما يعطينا على قد النفع. اي حاجه الا داز الا فات القياس ديالها كتولي كتولي كارثه. ما كتجيش غير اذا زاد عن حدين قلب الى ضد ضد يا قانون الطبيعه. كتولي كارثه الا مشات تفوت قد ديالها. واني كنطلبوا سيدي ربي يعطينا علاش قدين سيام البروغرام ديالنا وديال سيام وديال العائلة هو أنه قلب من كل شيء. باش كاين اللي كيغسلوا الماء عاد كيرجعوا يشربوا الحريرة. إيه واحد المهم كنفطروا الصلاة وداك الشيء اللي قدر على شي حاجة ديال العبادة كيديرها. كيتجمعوا الماء عند دقة واحدة. صافي صافي ملي كنجيو نجلسوا صافي كنجلسوا نجمعوا نقراو شوية القرآن ونتسناو العشاء عاوتاني طيب على ما يضربناش وي الجوع. انا كنحاول كتجمعوا لها مع ديال الصفر. اه عاد عاد مور الصفر عاد كتعاود تغسل عاود ثاني كلشي. اه موعد موعد هما الكاريزه راه الطيار ماشي شي حاجه. طيب راه كطيبو تحطو طيبو تحطو طيبو الكاريزه هما الموعد داك الشيء اللي روهنتي فيه ديك داك ملي كنفوزات كنت كديري النوبه ولا غير نسيتي اللي كتسالي؟ كنت انا كنغسل بزاف الموعد. كانت كانت اختي عاوتاني عافياني من الكوزينه. شكون الصغيره ولا المتوسطه؟ المتوسطه. كانت عافياني هي من الكوزينه وانا عاوتاني كنجمع ونغسل الماء على الميلاج كنتكلف به. عاوتاني فاش تزوجات عاوتاني فاش ما عشتش بزاف معاكم؟ لا ما عشتش بزاف. كانت الاكثريه كتجلس عند خالتي. كانت خالتي تجي لعندنا كتقول لها خالتي صافي هذه هي بنتي. كانت عزيزه عليها بزاف تقريبا عشت معاها نيت صافي وجلسنا شي شويه نيت هكا جات رجعات لعندنا للدار عاوتاني توحشتها ماما وقالت لها بنتي يا حيوان الهبال عاوتاني اجي بنتي للدار وهذا تاني راه توحشتك وهذا وكذا. المهم رجعات لعندنا غير واحد المده قصيره نيت وهي تزوج حيت هي تزوجات لينا هنايا هي صغيره تزوجات في 17 عام. 17 عام عرفتي تولي عند خالتي نيت. فاش لبست ديك فاش صابت لها زعما الكوافوره واخا كي كتبان صغيره زعما بحال درتي بحال هذيك القضيه اللي كيديروها في العواش عندنا هنايا ديال شعبان ولا اش كيقولوا لها كيكون داك من لابوراتوار اللي كيصور حيت دابا راه مابقاش دابا لابوراتوار دابا كيتصور مع التليفون. سيقول لك شي حاجه رسميه شي حاجه ديال الوثائق شي حاجه اداريه عاد كيمشيو يتصوروا. اه كيتصوروا دابا الذكريات كتاخذوها بالبورطابل صافي وكتمشيو كتخرج داك الشيء التصاور اللي عندك وكتخرجهم في الكارت ميموار وكتركبهم للالبوم عاوتاني وتمحيهم ودي عاوتاني تصاور جداد. ايوا قلت لك كنديروا ديك كيقول لي شحال هذه التخليله كتصاوب لنا الكوافوره دينا بحال شي عروسه هكا وتحطنا في الكوزي وبحال هكا كانت جميله كانت كتبان صغيره راه واخا. ما راه كتجي كتهبط سيري باش ما يسبعش فين تقضي باش ما يسبعش المسر. وتحيه حتى لخالتي سعديه. ايه مسكينه. تحيه كبيره لخالتي سعديه كيف كتفرج فينا؟ افضل خاله. هي وراجلها وليداتها. هاد الوقيته ديال التصوير ديال الفيديو تقريبا تكون تسعود 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 قلق سمعين تقريبا دابا. اه
على ما تكملتيها غسيل نمار وترتاح شويه على ما تبداو عاود ثاني في العشاء. اييه ان شاء الله باذن الله. كل واحد والطريقه ديالو. كاين اللي كينعس حتى كيفيق للسحور والسحر مره، كاين اللي كيتعشى وما كيفيقش للسحور، عرفت كيدير الصلاه كيسمح في الصلاه ديال الفجر. حنا عاوتاني كنسهروا شويه ونتعشاو ايوا ونصليو. المهم الصلاه راه كنكونوا صلينا ياك، كنعطلو حنا العشاء وكنذكروا شويه الله ولا نجلسوا نتجمعوا ولا على حسب، على حسب الرغبه وصافي. على حسب أيه. كل نهار الصبح احسن من العباد. اييه ايوا ضروري، خلاص ضروري كنديروا شي حاجه ولا اني ضروري. اييه كنقول لك والله كنقراو شويه القران ونتجمعوا شويه ونصليو شويه وناكلوا شويه وناكلوا شويه. ساعة الله ساعة الله. اييه والله لا ايوا من بعد عاوتاني كنوضوا للسحور ضروري، كناكلوا شي حاجه خفيفه. رمضان هو السحور الصراحه، اللي كنمشي للسحور راه فيه الاجر، فيه رمضان ناقص فيه الاجر، اجر وعباده وتقاليد بحال 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 قلتي دابا ملي كيتسالى رمضان وبحال غدا العيد قالك اللي بغى زعما لاجر كيتسحر واخا ما غاديش يصوم غدا، كتنوض في السحور ديك الوقت باش كتنوض كنشرب واخا غير كاس د الماء. ممكن ايه واش غادي للواحد بزاف انا حتى الكار ايه نعاودو نصليو الفجر ونصليو الصبح ايوا ونمشيو نمشيو واحد شويه عاوتاني كنوضو الصباح الا لقينا شي شغل نديروه عاوني كنوضو نيت كنعتقو الماشيه حيت راه ماشي كما كتصومش حتى هي. كنعتقو الماشيه الا ما عندوش ماشيه راه كينعس تيودنا عليه الظهر. ضد انا الواحد ينعس بداك المقدار حتى الظهر بزاف، ولكن المهم حنا هذا الواحد يفيق باش يمكن الماشيه ديالو ويشرب. حنا كنوضو بكري كما العاده زعما واخا رمضان ما كيأثرش علينا داك الشيء، كنوضو كنعتقو الماشيه الا كان شي تصبين كنصبو كاين شي جميع المهم داك الشيء اللي بالنا كنديرو عاد كنرجعو نيت فاش كنصليو هكا ونقراو شويه القران عاود ونتكاو شويه على ما يوصل عاوتاني تقرب وقت الشقا ايوا نوضو نوجدو داك الشيء اللي نوجدو اللي قسم الله. واللي كان كيدير بحالنا في البروغرام يحطنو في التعليق نعرفو بلي راه كاينين الناس اللي كيديرو بحالنا ماشي غير حنا بوحد يكون. ايوا السلاك اش غادي نقول المهم حنايا راه النعاس ماشي من الاولويات ديالنا. النعاس الامور اللي كيضحي بها بنادم في رمضان هي النعاس. فاش ما نكذبوش فاش ما نكذبوش كنتكاو واحد هكا ساعه هكاك زعما باش راه ما كنعس ولكن كتنعس داك النعاس مقطع كنعس شويه مور الظهر وتنعس شويه عاود ثاني مور العشاء باش تنوض تسحر وتنعس عاود ثاني مور السحور كتنعس ساعتين 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 تقريبا. مول نيت رمضان حنا ما كنعسوش النيت راه كان جاك القصه كتضحي بالنعاس راه ما عندنا اصلا ما نديرو به ما عنده باش غادي ينفعنا النعاس باش غادي النعاس الواحد يرتاح فيه به ولكن المهم ولكن رمضان دابا الباديه حنايا ما كنعسوش تقريبا ديك ساعه هكاك والليل كنرتاحو شويه هكا من مورا فاش مور العشاء مور العشاء باش عاوتاني نوضو للسحور. المهم داك النعاس مقطع ماشي نسرح وفي نفس الوقت بنادم راه كيدي الاجر عاوتاني الا كتنعساش من اجر غادي يصح لك حتى في الصيام ما غادي يصح لبنادم والو. لا كاين نعاس نعاس للراحه وكاين نعاس اللي كينعس واحد باش يقصر عليها كاين اللي كينعس من الفجر حتى العصر ولا تيفوت الظهر بزاف. لا شتي والله الا بالتجريب انا واحد المره ما عرف كيف وقع ليا المهم سهرت ما نعستش مزيان بالليل وفقت معطله شكون هي بعدا معطله كنت في العشرة عرفتي والله الا ضربني راسي بغيت تفرقع لي اخي داك الشيء صافي ناد مولف حيت بغيت نسرح شويه القادوس صافي تحل من التحت تحت حلو ان شاء الله. رفيق بنادم مريض دابا ملي كتوصل الشمس وسط السما نيتاش كيمرض بنادم كيطرخا وشحال من حاجه
نعزي ديال ما كيتعوضش. الليل هو وقت النعاس. كتشتي ما كاينش من الليل باش كيرتاح الدماغ. نعس الليل واخا تنعس بالنهار كامل والو سبحان الله. كتفيق مريض. كون ما كانش الحجر الصحي دابا الشوارع والحي المدينة عامرة. ايوا الناس مورقين سبحان الله. الحجر الصحي عاون شوية القضية بعد الواحد يشبع غير نعاس ويرتاح بالضبط. بصح. وليني من قرار دوك الأجواء وما كيصليو ناش كيمشيو للجوامع وكيصليو وملي كيصليو عاوتاني كيخرجو كيدورو شوية وشحال من حاجة ولكن دابا خلاص هاد وقيت البرد واخا كاع ما يكونش كورونا يمكن ما غاديش يكون الخروج بزاف حيت كيكون البرد ياك لا مش داك البرد دابا مبقاش داك البرد ديال الشتا دابا بحال دافي واحد ملي كيبغي يخرج راه غادي يلبس عليه جاكيتو غادي يخرج لان خرج في رمضان راه ضروري منه كل شي حاجه الصحي اللي كان كيصبرنا عليه ما يجيبش نتيجه ان شاء الله ندوز هذا الشيء ولكن الخروج ضروري في رمضان الصراحه الواحد كيصلي صلوات ديال التراويح في المسجد ويخرج يضرب دوره في المدينه ويجمع مع صحابو ولا يشرب قهوه ولا العيالات كيتجمعوا مع بعضياتهم في شي جريده ولا ايه بس قد دابا الفجر كرا كيود شويه بكري ايه فاش بحال الشهر باش كيود مع الخمسه خلاص كاع الخروج خروج ولكن حنا دابا القصر راه كنمشيو غير للجامع كنصليو ونرجعو ما عندناش حنا فين نخرجو انا ما كاينش لازم دينا هما اللي غادي يعرفوا اش كنقول كنصلي التراويح صافي ونخرجو ما كيدخلوا للدار حتى 12 وحده عرفنا المدينه كيخرجوا كيتسارى التراويح حتى العيالات العيالات كيصليو التراويح المسجد كي حتى كيكملوا شغالهم بحال هكا غسيل الماء على الاولى كيخرجوا للسارى فين ساعه وكاينه اللي كتخلي غسيل الماء عندك وتمشي وماك كاين اللي كتخلي كوزين زاك كتغسل بالماء على الاخر وياك لا حنا دغيا اللي فهم نتا يوم زعما فطرنا ما فطرناش فيه كنوضو كنصليو داك المغرب كاين اللي كيصلي المغرب زعما المغرب الفطور وكاين اللي كيصلي غير كيكسر الصيام وكيمشي يصلي المغرب كنغسلو المغرب ونجمعو ونطرفو البيت فاش كلينا ايوا نمشيو نصليو ملي نرجعو عاوتاني حيت الناس كيسهرو هكا كيجيو كيحتلو شي عشاء وشي هكا وشي هكا ايوا كيتعشاو الناس هكا وينغسلو عاوتاني شوية وهي غادية شهرش فيك المهم غير يصحلك منو شي اجر كنعسو وكناكلو يا جدة فينا ما دا فينا والو الاقل بعد هاد الشهر هذا راه كتدي منو شي حسنات الله يا داز يومين داز غدا ثلاث ايام ان شاء الله دغيا كيدوز هاد الشهر ديال هاد العصر هذا راه بحال شي سيمانه والعام عاوتاني بحال الشهر يعني الوقت راه كدوز بسرعه هي داك العام جا رمضان في الحجر الصحي هو دار العام وجا عاوتاني في الحجر الصحي دغيا كيطيروا ليا الصراحه والله دغيا غادي نشرفو ما نحسب راسنا حتى انا هادشي طبق فريسنا العيالات زي ما كيهزينا من غير الشرف غير التجاعيد والعيالات هما ما كيعرفوش بالعمر واخا انا زعما ماش كماني قبح سؤال تسولو المرة هي شحال في عمرك ولا تقولها راك انت كبيرة عليا لا قولها خالتي اللي بغا يفرق نجمع يقول شي وحدة خالتي ولا شي ولا عند العمر لا 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 غادي نجمعو على النهار تفرق نجمع واخا انا عاوتاني ماشي كماني بداك الشيء عاد انا وليت خاله وانا باقيه صغيره كنت كنقرا في السابعه وليت خاله راه ولي وخاله كاين راه كاين واخا حاجه اللي كنقولها هكا كاين العيال اللي ماشي كماهم في العمر كاين اللي ثقه في راسها انا دابا كنخاف نقول خالتي إيه. انا كنخاف دابا نقول خالتي شي وحده ولاني واحد السيده مسكينه والله الا عجبتني زعما وعيطت ليها غير بسميتها وقالت لي ما تعيطيليش بسميتي وقست كنتسناش تقول لي ما عرفتش كاع اش بغات تقول لي قالت لي بنتي انا كبيره عليك وخصك تبدا تقولي لي خالتي ما تعاوديش تعيطي لي قلت لها واخا خالتي سمحي لي راه بغيت نقول لك خالتي ولكن كنخاف نقول دابا خالتي ويخليها لي شي واحد قلت راه خالتي دابا يخليك لعيني كنقلب بصح لي كل واحد هذا ديالو وانا عاوتاني راه ماش كماني لان في هذا العصر هذا عصر المظاهر عصر الواحد كيديها في شي مظاهر في مابقاش والعيالات دابا كيكثروا في لي ماسك هاد الماسك البنات راه كيبيان هاد الماسك البنات راه كيحيي التجاعيد
وكذا يعني ماشي العائله حتى الرجال باش ما نظلموش ربي العدو النسوي. لا الرجال ايه كاين فهاد الناحيه ديال العمر كاين اللي ما كيرضاش وكاين اللي كيرد راسو شاب واش بغيتي تقولي لي ماسك عرفتيني يلاه كاين انت وما كاين غير ماشي كلشي زعما قليل الفئه قليله كدير لي ماسك وكدير المكياجات خلاص الناس ما تاثرش على ناحيه العمر وعلى الواحد كتلقاه كبير في العمر وكيرد راسو صغير بالسراول المقطعين وشي تحسينه وشي حاجه لا 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 شتي داك الستيل هذاك راه ما منو والو حيت ما عنده حتى معنى داك الستيل دابا ديال سميتو ما عنده حتى معنى اصلا كتقول لك مي واحد المره جا ولد اختي دار قال لك التحسينه ديك التشويكه التشويكه ايه قلت له مي سير قلت لك التحسينه داير بحال شدك الضو وطرك الشعر في السماء وقلت كيضحك وجا قال لها واخا مي احنا معاه ماشي احنا راه معاه اذواق ومعاه الحريه ديال كل واحد واش عيطاني هو كاين المبالغه اللي كيبالغ في المظهر وكاين اللي كينسى الجوهر وكيديها في المظهر داكشي اللي كاين يدير بس عادي ويدير عادي ولكن يهتم بالامور اساسيه في الحياه واحد شنو تعلم شنو قاري شنو عارف شنو دار في انجازات حياته ماشي غير المظاهر المظاهر العمر قصير الصراحه والله داكشي اللي كاين ايوا والله ما يدير بنان فيه شي حاجه العمر ديالك ما يدوش غير هكاك دير فيه شي حاجه اللي غادي تستافد منها وتعرف بلي العمر ديالك ما دارش هكاك يعني ما دارش غير هباء منثورا اذا كملات سيها الشغل ديالها ها كملات دابا نحيو المشاهدين ديالنا باش ما نطولوش عليهم حيا ايوا مشاهدينا حنا طولنا عليكم شاركنا معاكم هذا الشغل البسيط ديال غسيل الماعن باش ما تقولوش كنغبروا عليكم وبقاش كنشارك معكم كل شيء كيف ما كان بسيط ماشي بسيط كبير صغير اي حاجه كنشاركوها معكم احنا راه اصلا معروفين بالبساطه وما عندنا ما نخبيو عليكم وشكرا لكم بزاف لانكم كتبعونا وكتشكرونا وكتشجعونا اكثر اننا نقدموا الجديد شكرا لكم بزاف وكنتمنوا اننا ما نغبروش بزاف فين ما كاينه شي حاجه غنصوروها معكم ان شاء الله والله يجعل هذا الشهر الفاضل يكون مبارك ومسعود علينا وعليكم ونخرجوا منه ان شاء الله بالكثير من الاجر والحسنات ان شاء الله ان شاء الله يا رب وكنحييكم بزاف كاع البلاد المغرب ديالنا واللي في الجاليه الخارجيه خارج المغرب الجزائر السعوديه نبدا حساباتي كيبانوا عندي في اليوتيوب صراحه كاينه الجزائر كاين السعوديه كاين اسبانيا كاين وعده بلدان والهند كنتفاجئ ان الهند حتى هي كاين مشاهدات بزاف من الهند واش الجاليه ولا الهنديين ما عرفت شنو هي الحمد لله شكرا بزاف على الدعم ديالكم وكنزيد نشجعكم بزاف انكم تزيدوا تشجعونا حتى حنايا وتدعمونا اكثر الله يخطيكم علينا شكرا لكم بزاف نشوفكم فيديو قريب ان شاء الله ان شاء الله الله يعاونكم السلام عليكم